نزل نعم. عليهم. بيض الله وجهك يا واحد. بعد راسك. الله يرحم والديك. يكثر خيرك ويبارك فيك ويسعدك سعادة الدارين. أم طه، نعم نعم استعينوا بالله سبحانه وتعالى، ومن بكرة لا إن تتركوا شاء الله الأولاد، بإذن لا الله. تتركوا الأولاد من الرقية، لأنه الكلام اللي قاله في تعبيره يشير إلى أن نعم. الأولاد ربما يكونوا أصيبوا بعين حاسدة. في بنات عندك؟ لا لا، هم أولاد بس؟ هم عندي أولاد، عندي أولاد. أولاد كلهم مصابين ولا الولدين هذول بس؟ أم إيه؟ كل عيال. لا، عندي 2 مصابين بهذا. لا، واحد ثالث عندي في فرط حركة برضو. يعني الثلاثة ما هم طيبين حيل، فيهم كل أحد عنده مشكلة. يا مطاح نعم، حصنيهم. بس الكبير مؤخرا كان ما في إي. شيء. ان شاء الله والله بحال بقدر الامكان. يعني ما تقول مثلا احنا يعني احنا ناس سبحان الله، يعني عندنا اذكار، يعني نقرا اذكار الصباح واذكار المساء، أحسنتي بس سبحان الله. أحسنتي. لا لا، شوفي، هذا ابتلاء، هذا إذا وصل للإنسان شيء هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد قدر الله سبحانه وتعالى، فلذلك يرفع الحمد لله بإذن الله بالدعاء وبالاستغفار وبالصدقة يا رب. وكذلك بالرقية الشرعية. طيب طب جيبي معلش سمي. معلش سؤال ابغى اسالك يا شيخ، ما في شيء في الرؤية يبين انه مثلا ان شاء الله شفها قريب او إلا حاجة؟ أساسا الرؤية، ليش أنا قلت سوي كذا؟ لأن الرؤية هذه تشير إلى أنه بيصير بخير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو يقول أكلت يا رب. شيء كرسون أعتقد أو زي كذا. ايوه، اي نعم، هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى يدل نعم. على عافيه. وبعدين ساله قال قال اخوه اكل قبله، وبعدين اي هو نعم، اكل لسه، هو شاله. بعدين هو سال شيخ، قال له شو؟ قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. معناته انه في فضل نعم رزقكم يا الله سبحانه وتعالى فحسدوا عليه الاولاد. نعم هذا دليل على انه في حسد ويزول، حسد ويزول باذن الله سبحانه وتعالى. وش يزيله؟ يزيله الاستغفار، الصدقه، وكذلك الرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه مهمه جدا، ارقي الاولاد. الرقية اللي بقولش عليها الآن، أنت تسجلي الشاشة ولا لا؟ نعم خلاص تمام، خلاص تمام. سجلي. نبغى زيت زيتون أو زيت سمسم إذا كان متوفر. أنا أفضل زيت السمسم. زيت السمسم إن موجود شاء في الله. المدينة، مضمون إنه موجود. جيبوا زيت إن شاء السمسم. الله. نعم، جيبوا زيت السمسم. لا تضيفون عليه شيء مؤقتا. نبغى الآن تسوونه، بعدين تضيفون عليه فيما بعد، يعني بعد أسبوعين 3 أسابيع تضيفون عليه شوي من الحبة السوداء، ملعقتين أو 3 ملاعق فقط. تصبون على زيت السمسم اللي قد قريتوا عليه الان، تقرون عليه، تقرون الفاتحه 7 مرات، ثم تقرون أيوه. آية الكرسي، وتقرؤون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وتقرؤون الآية هذه برضو في سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ثم تقرؤون خواتيم سورة البقرة، ثم تقرؤون ال5 الأوائل من سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، بعدين تقرؤون ال5 الأوائل من سورة الصافات، بعدين تقرؤون القل الأربعة الأخيرة في كتاب الله. كل ذي تقرؤون على لتر زيت اللي بتختارونه من أفضل أنواع الزيوت، تجيبون لتر، تجيبون لتر أو أكثر من زيت السمسم. زيت السمسم بعدين تنفذين عليه بالريق مباشرة، النفث بعد ما تخلصين القراءات كلهم تنفذين عليه. بعدين تبدين تدهنين رؤوس الأولاد ليليا بزيت السمسم، يدهن الرأس. إذا دهنتي الرأس كامل اللي بيتبقى في ايدك من الزيت تمسحين بالصدر والظهر عند الولد، بعدين تجيبين الثاني تمسحينه كذلك، واللي عنده فرط حركة تمسحين الصدر والأقدام ليليا بهذا الزيت حتى يزول أذاهم بإذن المولى اللي ما تنام.